أهلا بكم مجددا. قالت وكالة الأنباء الأردنية أن رئيس هيئة الأركان المشتركة لواء الركن يوسف الحنيطي استقبل اليوم الأحد وزير دفاع نظام العماد علي أيوب في العاصمة الأردنية عمان. الوكالة أضافت أن الطرفين بحثا العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تنسيق الجهود لضمان أمن الحدود المشتركة بين البلدين والأوضاع في الجنوب السوري ومكافحة الإرهاب والجهود المشتركة لمواجهة عمليات التهريب عبر الحدود خاصة تهريب المخدرات. وتعتبر زيارة أيوب هي الأولى منذ سنوات لمسؤول عسكري في النظام إلى العاصمة الأردنية عمان. للنقاش حول الموضوع ينضم إلينا من العاصمة الأردنية عمان المحلل العسكري اللواء فايز دويري، كما ينضم إلينا من واشنطن الباحث في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات الدكتور رضوان زيادة. مساء الخير لواء فايز، أبدأ من عند حضرتك، ما ملخص الزيارة التي يجريها وزير دفاع النظام علي أيوب إلى الأردن؟ تحت أي عنوان تأتي هذه الزيارة؟ يعني أعتقد تأتي تحت العنوان الأمني أولا، لأن نقاط البحث الرئيسية الآن أنا أتحدث عن كمحلل، العنوان الرئيسي لها هو الهاجس الأمني الأردني، حيث هناك ضغوطات طبعا لها علاقة في البعد الاقتصادي، لها علاقة في بقية الأبعاد وضمن الرؤية الأردنية البراغماتية الجديدة. لكن هذه الزيارة بما أنه قام بها وزير الدفاع رئيس الأركان والتقى مع رئيس الأركان، فكان العنوان الرئيسي اللي هو الهاجس الأمني. الأردن يعاني من جملة أسباب، أول هاجس أردني انتشار الميليشيات الشيعية في الجنوب، وبالتالي هذا يعتبر من وجهة النظر الأردنية سواء الرسمية أو كمحللين هذا هاجس أمني خطير، خاصة أنه لم يتم تطبيق ما نصت عليه مصالحة 2018 بإبعاد الميليشيات الشيعية المحسوبة على إيران لمسافة مختلف على تحديدها، في حدها الأدنى 60 كيلومتر وفي حدها الأعلى 84 كيلومتر، لم تترجم على أرض الواقع. فانتشار الميليشيات المحسوبة على إيران أو المتعاونة مع إيران يعتبر هاجس أمني خطير. الأمر الآخر ما يجري في درعا، ورغم أنه الآن حدثت المصالحة وتجري المصالحة في طفس، الآن نتحدث عن محافظة درعا من أم الميادين شرقا حتى طفس والمزيريب غربا، الآن هذه مناطق حدودية يقابلها بلدات أردنية، الشجرة مقابل الشجرة، الطرة عمراوة، الرمثة مقابل درعا، جابر مقابل أم الميادن، وبالتالي عدم استقرار الوضع في هذه المنطقة والانفلات الأمني دعنا نقول يشكل هاجس أمني من وجهة النظر الرسمية الأردنية. لماذا؟ لأنه الآن هناك الحديث عن أنبوب الغاز، خط الغاز العربي اللي يفترض أن ينقل 10 مليار قدم مكعب سنويا، والاجتماع الرباعي والموافقة أو المباركة الأمريكية سواء البيت الأبيض أو وزيرة أو السفيرة الأمريكية في بيروت، وبالتالي لابد من وجود وجهة النظر الأردنية. إذا لواء فايز، يعني وجود هي زيارة لو سمحت لي. سبق ذلك. نعم لو سمحت لي، هي زيارة كما تقول تحت عنوان أمني ولكنها تحمل أبعادا منها السياسية ومنها الاقتصادية، ولكن هل لدى الأردن الثقة في أن هذا النظام أو وزير الدفاع علي أيوب بمقدوره أن يبعد الميليشيات الإيرانية من الجنوب السوري؟ يعني الآن الأردن يعتبر أنه انتشار الجيش السوري على الحدود هو أفضل من انتشار أو اقتراب الميليشيات الشيعية، قد لا يكون انتشاره يلبي المطالب الأردنية، لكن على الأقل يعتبره أو الجهات الرسمية الأردنية تعتبر أن انتشار الجيش السوري أفضل من وجود ميليشيات أكثر من 40 فصيل شيعي موجودين أو مرتبطين في إيران، موجودين على مقربة من الحدود الأردنية. يضاف إلى ذلك يعني ليس الميليشيات الشيعية، الأردن يعاني من عمليات تهريب
لا أقول يومية لكن أقول أسبوعية، سواء مخدرات أو سلاح. وبالتالي يعني إذا لم يتم ضبط الحدود قد يتم إغراق الأردن بالمخدرات، قد تكون الأردن نقطة عبور، ولكن حتى في حال اعتبارها نقطة عبور لابد من تسرب مخدرات إلى الداخل الأردني، فالأردن سيعاني من هذا الأمر. كذلك عمليات تهريب السلاح أو عمليات التسلل لما يطلق عليهم الذئاب المنفردة. إذن دعني أقول، بما أنه الذي قام بالزيارة بغض النظر هو مطلوب يعني متهم بجرائم غير متهم، بما أنه قام بها وزير دفاع رئيس أركان، اجتمع مع رئيس أركان، إذن فالاجتماع هو ضمن إطار البعد الأمني، لكن له ارتباط وارتدادات بالبعد الاقتصادي والبعد السياسي. سأعود إليك دكتور رضوان، أرحب بك مجددا، مساء الخير. هل تعتبر هذه الزيارة بداية التحول في طبيعة العلاقات بين النظام السوري والمملكة الأردنية، وكيف ستكون آثار هذا التحول؟ أيضا ماذا تحمل الزيارة من جوانب سياسية برأيك؟ أعتقد أنه ما يجب التوقف عنده هنا هو إعلان الزيارة، بمعنى أنه إعلان الزيارة على المستوى الرسمي أعتقد هو بداية جديدة ربما لعلاقات بين النظام السوري والأردن. يمكن أن نقول أنه التجسيد العملي لزيارة الملك عبدالله إلى واشنطن، الذي طالب على الأقل بتخفيف العقوبات على نظام الأسد والسماح بمرور خط الغاز، ربما كانت هذه البداية العلنية للعلاقات بين نظام الأسد وبين الأردن. النقطة الثانية التي يجب التركيز عليها هنا أن ربما هناك تنسيق أمني طويل وبعيد المدى، يعني يعود إلى سنوات، ربما من سنتين كان هناك تنسيق أمني على المستوى السري وزيارات بين الجهات الأمنية الأردنية والجهات الأمنية السورية، لكن الإعلان عن هذه الزيارة وعلى هذا المستوى أعتقد كان بطلب سوري وأردني بنفس الوقت. سوف يكون انعكاسات ذلك طبعا بالنسبة للأردن مهم على المستوى الاقتصادي، بالنسبة لها تريد ضبط الحدود خاصة فيما يتعلق بالمخدرات، تريد أن تحصل على وعود سورية في هذا الإطار، وأيضا تريد بشكل أو بآخر ضمان مرور خط الغاز لأنه يمثل عائدات اقتصادية بالنسبة لها. لكن هل هذا سوف يشكل نهاية أو معنى للاستقرار في منطقة الجنوب السوري؟ أشك في ذلك. نحن نعرف أنه الاضطرابات في درعا، وأيضا معظم سكان درعا يرفضون وجود نظام الأسد، وأعتقد أنهم لن يكونوا سعيدين أيضا بإعادة فتح العلاقات مع نظام الأسد، وبالتالي ربما هذه خطوة يعتقد النظام أنه من اتجاه تطوير علاقات مع الأردن، لكن ربما لن يمضي الكثير من الوقت حتى نجد ربما الحاجة إلى الأردن إلى إعادة التفكير، وتقريبا لا سيما أن وجهاء درعا وغيرهم يعتبرون أن نظام الأسد لم يفي بتعهداته فيما يتعلق باستقرار المنطقة الجنوبية. ماذا عن واشنطن دكتور رضوان؟ كيف ستقرأ الزيارة هذه؟ أم تمت برعايتها؟ أولا واشنطن مشغولة بشكل كامل بالوضع في أفغانستان، لذلك ربما يستغل ذلك النظام السوري لبعض التحركات. وجدنا زيارة وزيرة الخارجية لبنان الأسبق، والآن انفتاح على الأردن، يعني النظام السوري يحاول تقريبا إعادة ترميم الحدود بعد 10 سنوات من الثورة السورية. يعتقد أنه الانطلاق مع إعادة تطبيع الحدود مع الجوار لبنان أو الأردن ربما يمثل له بداية إعادة الانطلاق إلى مقعد جامعة الدول العربية، ومن ثم تقريبا إعادة التأهيل على المستوى الدولي. بالأصل بالنسبة للمعارضة السورية، يعني لا تعتقد أنه الدول العربية الأردن أو لبنان تمثل تقريبا ثقلا عربيا كبيرا بالنسبة للثورة السورية. في الأصل يعني كانت تحاول أن تمسك العصا في المنتصف، لذلك يجب التفكير الآن، الضغط على واشنطن بشكل أو بآخر أن لا تسمح لنظام الأسد بشكل أو بآخر بإعادة التأهيل على المستوى الاقتصادي، لا سيما أنه لم يقم بأي تنفيذ شروط القرار 22-54 أو غيرها من الاستحقاقات الدولية.
نعم، أعود إليك لواء فايز، كيف ستكون السؤال هنا عن الآلية، كيف ستكون تنسيق جهود البلدين لضبط أمن الحدود إن كانت معايير هذا الأمن مختلفة، لكل دولة رؤية مختلفة في هذا الأمن، فالأردن كما تقول لديه مشكلة مع الميليشيات الإيرانية الموجودة في الجنوب السوري والتي على مقربة من الحدود الأردنية، بينما هذا ما ليس للنظام له مشكلة معه. نقطة ثانية أيضا تتحدث وتحدثت أيضا خلال الأسابيع الماضية وكل أسبوع تتحدث وكالة الأنباء الأردنية عن ضبط شحنة مخدرات قادمة من الحدود السورية، الأمن الأردني يستطيع ضبط هذه الشحنات، ولكن هل النظام قادر؟ إن كان النظام يوصف الآن بأنه يعني يعتاش على اقتصاد المخدرات والحشيش، يعني هذا موضوع آخر، أن النظام يدعم عمليات التهريب هذا الآن تعتبر مشكلة من نوع آخر. وبالتالي إذا كانت هذا الاتهام موجود لدى على سبيل المثال الدوائر الأمنية الأردنية، كان يفترض أن يتم بحث هذه النقطة خلال لقاء رئيس الأركان مع رئيس الأركان أو وزير الدفاع السوري علي أيوب. لماذا؟ لأنه يعني في أي اجتماع هناك أمور يتم الإفصاء عنها، يعني ما يجري في الاجتماع ليس كل ما يجري في الاجتماع ينشر إلى الإعلام. أنا لا أستطيع أن أقول أنه تم بحث ذلك النقطة أو لا، ولكن لو كنت على سبيل المثال أنا مكلف بذلك فولدي المعلومات سأواجه علي أيوب بأن الجيش السوري هو من يرعى، وعلى الجيش وعلى سوريا والنظام السوري أن يضبط قواته وجيشه ليكون مساعدا للقوات الأردنية على منع حدوث تلك الجرائم. المشكلة الرئيسية أنا أعتقد أنه العلاقة البينية ما بين الجيش السوري والميليشيات الشيعية، هل الجيش السوري قادر على ضبط تصرفات الميليشيات الشيعية؟ يفترض بصانع القرار الأردني أن يركز على هذا، أو المعنيين الأردنيين عفوا أن يركز على هذه النقطة، وبالتالي لابد أن يكون هناك اتفاق على إبعاد هذه الميليشيات، قد لا يكون 60 كيلومتر أو على الأقل 20 كيلومتر لا يكون هناك أي تواجد، تكون هذه المنطقة تحت سيطرة الجيش السوري، ولابد من تنسيق الآن، وهذا التنسيق يكون متدرج من الأسفل إلى الأعلى، من مستوى المراقبات الأرضية مرورا بالسرايا المتقابلة والكتائب، وانتهاءا على مستوى قيادة الجيش ممثلة بأجهزة الاستخبارات العسكرية في الجانبين، ولا بد من تبادل المعلومات إذا كان كلاهما جادا في تنفيذ هذا الشيء. أعتقد الأردن جاد في ذلك، لكن عليه أن يتحقق من جدية الجانب المقابل والتزامه بالنقاط التي تم بحثها، ومن المؤكد لم يتم الإفصاح عنها جميعا. نعم، أختم معك دكتور رضوان، هل بدأ فعلا تنفيذ المقترح الأردني الذي حمله الملك عبد الله إلى بايدن؟ شاهدنا الترتيبات في الجنوب، شاهدنا أيضا خط الغاز العربي، كذلك نتابع اليوم هذه الزيارة التي أجرها علي أيوب وزير دفاع النظام المتهم بارتكاب جرائم حرب. يعني بالبداية دعني أشير أنه عائدات تقريبا قدرت مجلة الأكونومست عائدات استخدام النظام للمخدرات بأنواعه المختلفة، يعني القنب والحبوب الكبتاغون، بما يعادل 6.1 مليار دولار، وبالتالي تقريبا هي تجني أرباح خيالية خاصة بالنسبة على ميليشيات النظام والميليشيات الموالية له. وذكرت أنه تم استخدام بعض الخبراء خاصة من بعض الدول من أمريكا اللاتينية من الذين ساعدوا تقريبا في تصنيع هذه التجارة، وبالتالي نحن نتحدث عن تقريبا مسألة أصبحت ذات تأثير وبعد دولي، أن سوريا أصبحت مركز تجارة المخدرات في الشرق الأوسط، وبالتالي هذا ربما يثير الذعر والرعب في الكثير من الدول الإقليمية وعلى رأسها الأردن. النقطة الثانية، كما ذكرت سابقا، فعلا ربما هذه الزيارة هي بداية التجسيد العلني لما ذكره الملك الأردني، الحصول على ضوء أخضر من أجل تقريبا تخفيف العقوبات على نظام الأسد، خاصة فيما يتعلق بقانون قيصر. وأيضا وجدنا بعض المسؤولين الأمريكيين في الخارجية الأمريكية أشاروا إلى ذلك عرضا في هذا الإطار، وخاصة طبعا كان تحت غطاء خط الغاز العربي. لكن أنا أستبعد تماما أن يكون هناك تقريبا انتقال إلى خطوة باتجاه تطبيع نظام الأسد، لما زالت الخارجية الأمريكية تصر على عزلة نظام الأسد في الجامعة العربية
وعلى عزلة نظام الأسد على المستوى الدولي. شكرا جزيلا لك، الباحث في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات الدكتور رضوان زيادة، كنت معنا من واشنطن. أشكر كذلك المحلل العسكري اللواء فايز أدويري، كان معنا من عمان. شكرا لك لواء فايز. أشكركم أيضا متابعينا على حسن المتابعة. لكم مني وفريقنا من أطيب تحية. زوروا موقعنا على الإنترنت سيريا.tv. إلى اللقاء.